أكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن زيارته لمصر تهدف إلى إطلاع القيادة المصرية على تطورات الوضع بالسودان. شدد البرهان على المسؤولية المشتركة بين البلدين، مضيفا إلى التطرق كذلك لمتابعة الموقف بشأن الجالية السودانية بالقاهرة. في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية. القيادة المصرية والشعب المصري هم جيران وأصدقاء، ونحن كلنا بنفتكر أن عندنا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين. قصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، نطلعهم على تطورات الموقف، أيضا نتفاكر في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر، ونحن ده صوت هذا المقام من خلاله نشكر الشعب المصري ونشكر القيادة وكل من سهل أمر دخول السودانيين إلى مصر. أيضا نحن نطلب من العالم أن ينظر إلى هذه الحرب نظرة موضوعية، نظرة صحيحة. هذه الحرب قامت بها مجموعة تريد أن تستحوذ على السلطة، في سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة أو يمكن أن تخطر على بال البشر.